في فقرة الأسبوعية اليوم الملعب زمان، دائما الفقرة تكون هذه بحضور أبو أحمد، ما أدري ليش مصادفة يعني، هي ترى مش مصادفة طبعا، مصادفة أكيد أنها مصادفة يعني ما نقصد أنك شايب وكذا، لا ما نقصد فعلا ترى تحطون لا صدق فعلا أكثر من مرة يكون موجود سبحان الله، كل هي كل يوم أحد قلب شباب قلب شباب بس تعلم عن الموضوع تأكد. طيب عموما الملعب زمان في هذا اليوم سنتابع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 90 يوم كان عمره محمد تقريبا 10 سنوات. في ذلك اليوم المنتخب السعودي فاز بنتيجة 5-4 على المنتخب السعودي على المنتخب السوري عفوا.
السعودي تستاهل واكثر تستاهل واكثر ادندن 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 على عودي وغني للاخضر اغني للاخضر ادندن ادندن لانك يا سعودي تستاهل واكثر تستاهل واكثر صوتك على وسمك بيض الله.